وطلع التعريف العمل مالته شلون يشتغل ديكودر، وأيضا عرفني إنه شلون نقدر نبني من اللوجيك جيت أقدر أبني ديكودر، أو استخدمنا أيضا الـ IC حتى أسوي expansion أو expanding للديكودر أكبر. يعني من شفته بالمختبر من خلال 3 to 8 ديكودر قدرنا نبني 5 to 32 ديكودر. أيضا شفتوا الديكودر أحيانا يكون active low وأحيانا يكون active high. إذا كان active low راح يطلع عندي 0 عند الـ required output أو الـ output اللي يمثل الـ input، يمثل الـ code مالت الـ input. الديكودر شفتوه أنتوا بال يعني العمل مالته، إذا كان 2 input راح الـ output يكون 4، 3 راح يكون output 8، إذا كان الـ input 4 راح ينطيني output 16. يعني بشكل عام ينطيني شغل 2 input والاوتبوت راح يكون 2 تو باور n، يعني للاس n من الانبوت. اذا كان عندي اذا كان عندي الانبوت n راح يكون الاوتبوت 2 تو باور n. اليوم راح ناخذ نوع اخر مستخدم وشائع الاستخدام بالدوائر الرقميه اللي هو البي سي دي ديكودر. هذا البي سي دي من اسمه اللي هو باناري كود ديسيمال، باعتبار انا عندي باناري كود ديسيمال ديكودر. إذن الأرقام اللي يسوي لهم تشفير أو ترميز هن من الصفر للتسعة، أرقام البي سي دي اللي احنا ماضيين سابقا من الصفر للتسعة استغلال الباينري. يعني example هنا أمامكم اللي دا شوفوه يتحدث عن ال بي سي دي ديكودر. فالمفروض إذا يجي لي 4 أمبوت باعتبار أنا بي سي دي راح ينطيني من الصفر لتسعة، فأحتاج 4 أمبوت. الأمبوت راح تكون من ال يعني إذا قلت هذا الـ A3 من الـ 0 0 0 0 حد أقصى شيء اللي هو الـ 1 0 0 1 راح ينطيني يمثل الرمز تسعة، يمثل الشفرة تسعة، يعني يطلع العقد عليه عن طريق التسعة. هنا عندي example assume the input to the 74HC42. ال 42 طبعا 7442 هو IC خاص بال BCD decoder. Assume the inputs كانت الانبوتس عندي هي 0101 0110 0011 واخر شيء يخلي ال 0010. فيقول describe output، ايش راح يكون output؟ فانتوا ايش تتوقعون بالبدايه السيكونس مال output؟ راح يكون عد يا مخرج يكون عندي الاوتبوت عند ما يكون الكود داخل بهذا الشكل، راح هذا يمثل العدد 5 راح يطلع عندي هنا 0. طبعا هو قلنا اكتف، يعني شلون اعرفه اكتف لو اعرفه من البابلز اللي موجوده على على الاي سي، راح يطلع هنا 0 والبقيه 1. بالمرحله الثانيه راح يطلع عندي ال 1 1 0 اللي هو الستة، راح يطلع عندي هنا 0. بعدين عندي الثلاثه يطلع عندي 0، وبعدها راح يطلع عندي الاثنين زيرو. فبهذا الترتيب فك solution all lines are high except for one active output، ما عدا اللي يكون active output يكون صفر which is low. The active output are 5 6، يعني بالبداية يطلع من الفايف اللي وقلنا عليه ال 101 من الفايف اللي هو من هذا الرقم ال مثل رقم 5، وبعدين من 6 هذا اللي مثل الرقم 6، وبعدين من 3، وبعدين من 2. بس ملاحظة هنا الأرقام اللي هي بين القوسين اللي دا شوفون أمامكم، إذن الأرقام بين القوسين إذن يمثلا رقم البن، يمثلا رقم البن بالآي سي. يعني هنا دائما مرات كبلوك دايجرام يرسمونه بالكتب أو المحاضرات الأكاديمية رسموا بهذا الشكل الديكودر، من يصفطون من الانبوت ومن يخلون الاوتبوتس يكون يعني مرتب هذا الشكل وبسيكونس يعني واضحة. بينما إذا أجي على آي سي كآي سي يعني موجود مصنع، تعرفون شلون تقرون الآي سي؟ الآي سي يكون وضعيته بهذا الشكل، وبمنها طالع البنز مالت الآي سي
إلى آخره. أكو هنا عندي glitch أو notch هنا الموجودة عندي، يعني فد ركزة خليها للأعلى وأبوع لها وأبدي أحسب البنات بهذا الشكل من على اليسار، من على يساري راح يكون هذا البن هو اللي يمثل البن رقم واحد، هذا من رقم اثنين ثلاثة أربعة. أنا ما أعرف ذني البن شو الفنكشن مالتهم، شو يسوون ذني البنز، يعني تعرفون الآيسي هو لونه أسود وبيرقم، وما أعرف شو يسوون ذني البن اللي هنا عبارة عن يعني موصلات من المعدن معين، سبيكة معينة من الموصلات. فحتى أعرض ذني البنز أشوف البلوك دايجرام يعني موجود، فالواحد راح يمثل اللي هو هنا أنا موجود، راح يمثل الرقم الأوتبوت 0، الاثنين اللي هو هنا راح يمثل الأوتبوت 1، ثلاثة راح يكون يمثل output 2، وهكذا إلى آخره إلى الـ 11. تعرفون يعني الأرقام والبنات تنحسب بهذا الشكل، واحد أول شيء أبدي اثنين ثلاثة وبعدين أفتر هيج حتى أكمل، يعني إذا كان عندي هنا ثمانية هنا راح يكون تسعة عشرة 11 إلى آخره إلى نهاية البنات بهذا الشكل. أكو بعض البنات طبعا ما هي وظيفة، مجرد خليهن يعني حتى الآيسي يتشلب بالمذر بورد، يعني مجرد وظيفة ميكانيكية لا أكثر أحيانا يعني مداهمة. فهاي بالنسبة للأرقام، خاف تشوفون يعني تشبهون يعني شنو هاي الأرقام شنو هاي الأرقام، هاي الأرقام هي البين قوسين هي رقم البين بالآيسي، يعني رقم 16 14 13 و12 أيضا يمثلين المداخل. 7 سيجما ديسبلاي، بداية خلينا نشرح شنو الربط بين البي سي دي وبين ال 7 سيجما. تعرفون احنا الإنسان متآلف ويا الأرقام الدسمول، يعني يفضل انه تطلع الأرقام دسمول إلى المستخدم إلى اليوزر، أرقام يعرفها الدسمول، أرقام الدسمول اللي هي من الصفر للتسعة بالبداية، يعني الباينري البي سي دي ديكودر هو قبل لا أخرجها للسيفن سيجمنت تتحول قبلها إلى بي سي دي ديكودر، بي سي دي كود عفوا إلى بي سي دي، وبعدين البي سي دي ديكودر يفرزنها أو يشفرها. فالسيفن سيجمنت، هسه نرجع على السيفن سيجمنت، متكونة من سبع مقاطع عندي A أو سبع لدات A و B و C و D و E و F و H، ذني يضوين حتى ينطني الأرقام يعني المطلوبة. طبعا أكو عندي هنا أيضا بن عاشر يمثل أو عفوا ثامن يمثل الدوت، أنا أحيانا يعني هاي استخدمها حتى تبين يعني وراء الفارز الكسر. فمثل ما دا شوفون عندي هنا البنات، كل واحد من ذني البنات هو راح مسؤول عن يعني إضاءة ليد معين، طبعا بالإضافة إلى الـ VCC وإلى الـ Ground حتى يشتغل عندي الليد. فهذا هو الـ 7 segment. إذا شوفون الترتيب مالتي، هنا أنا عندي الـ A، يعني هذا الليد هو يمثل الـ A وهذا يمثل الـ B بهذا الترتيب دائما، وهذا يمثل الـ C وهذا يمثل الـ D والـ E والـ F، والسابع آخر واحد الـ G يكون هنا بالعرض عندي. فالـ BCD decoder يستخدم كدرايفر، يستخدم كدرايفر إلى يستخدم كدرايفر أحيانا إلى الـ 7 segment. بعض الـ 7 segment ما بيه درايفر، يعني مثل هسه هذا بالشكل ما بيه درايفر، هذا يعني ما بيه درايفر، أحتاج أخليه قبل درايفر، يعني مجرد بالنات والدات مربوطة على البن قبل مباشرة يجي لي تجي لي فولتية راح يضوي، ما تجي لي فولتية يبقى أظلم. أحيانا بي درايفر، إذا بي درايفر ممكن أنه أستخدم له مباشرة البي سي دي ديكودر، يعني مجرد إذا بي درايفر مجرد أنطي للديكودر، يعني أربط عليه ديكودر وأربط الـ 7 segment، هسه راح نشوف طبعا شلون اللي هنا أنا. مجرد أنطي الكود مالت الرقم المعين 0 0 0 راح يطلع لي بالـ 7 segment 0 0، المفروض تضوى يضوى عندي الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E والـ F حتى يبين شكل الصفر. أنطي رقم واحد اللي هو الكود مالته 0 0، كود مالته رقم واحد اللي هو 0 0 0 1 راح يضوى عندي البي والسي. أنطي مثلا مرة رقم سبعة اللي هو 0 1 1 1 راح يضوى عندي مثلا الاي والبي والسي، وهكذا الثلاثة مثلا الاي والبي والجي والسي والدي.
هاي بالنسبة للسيكند سيجمنت إذا كان بي درايفر يعني مجرد أنطي أنا ما له علاقة أنطي الكود هو أكو بي درايفر بداخله يفسر الكود اللي إجا ويعني يسوي درايفنج للشغل مالت السيفن سيجمنت. هنا أنا هسه هو الدرايفر اللي حشيت عنه أنا استوني اللي بداخل السيفن سيجمنت يعني شلون أسوي درايفنج بحيث يجي لي بي سي دي كود مجرد يجي بي سي دي كود يعني مجرد عندي يجي عندي شنو البي سي دي كود عندي متكون قلنا من 4 بتات البت اللي خل اسميه A3 A2 A1 A0 وعندي الاوتبوت اللي مثل ما دا اشوفه هسه امامكم الاوتبوت هو A اللي يروح للليد A وعندي البي يروح للليد B وعندي C يضوي الليد C وعندي الD والE والF وآخر شيء الG اللي قلنا يصير بالعرض. فإذا يجي عندي كود مال صفر اللي هو صفر 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 شو راح يضوي يا للدات المفروض؟ سؤال لكم انتوا يا طلاب. إذا يجي لي كود مال صفر المفروض يا للدات تضوي عندي. دكتور الليدات الخاصة بالمحيط الليدات اللي صايرة بالأطراف اللي هي الـ A مو؟ بلي الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E والـ F ما عدا الـ G بس الـ G ما راح يضوى إذا يجي كود مال واحد غير محمد خلي جاوبني منو تضوى يا للدات خلنا نرجع نتصور ما يشوفوا هنا قدامكم يا للدات المفروض تضوي الواحد دكتور البي والسي لا انا ما اريد محمد اريد غيرك محمد خلي يجاوبوني وين هم الجماعه البقيه راح تضوي المفروض عندي منو المفروض البي والسي يعني من هنا يعني هذا يبقى واحد ان اكتيف والبي والسي المفروض نعطوني اياها اكتيف هسا انا دا اعتبره اكتيف لو والبقيه يبقى واحد اذا يجي الكود مال 0010 اللي هو مال الاثنين يا للدات المفروض تضوى غير محمد طلاب دكتور دي دي الرقم اثنين شلون ينكتب يا للدات تضوى المفروض بالاثنين الـ A والـ B والـ G والـ E وبعد والـ D يمكن اي هاي رقم اثنين اوكي المفروض تضوى الـ A يضوي والـ B والـ G والـ E والـ D حتى ينطيني رقم اثنين يعني راح يضوي عندي منو اللي قلنا الـ A والـ B والـ G والاف والدي بعد منو قلنا الاي والدي والبقيه يبقى وحدات اذا يجي عندي الكود مال الثري راح يتضون منو عندي الاي والبي والجي والسي والدي جيد يعني اللي هن ذني اللي هن الاي والبي والسي والجي والدي يعني الاي قلنا والبي والسي والدي والجي ما عدا الاي والاف يبقى موضوعات رقم أربعة F و G و B و C F و G G و B و C راح يتضون عندي بالأربعة
هذان اللدات، لأن الاف والجي والبي والسي. الاي ما تضاوى اللي قلنا البي والسي والدي ما والجي والاف والجي والاف، لن يبقى وهكذا الى الاخير. طبعا الثمانيه راح يتضون كلتهن بالكود، الثمانيه راح كل الكودات يتضون، يعني كلهن راح يطلع عندي صوره هنا. فهنا قدرت التسعه طبعا ايضا راح يتضون كلتهن ما عدا الاي، ما عدا الاي راح يكون ما مضوي. فهنا سويت لو ستيبل مثل ما تشوفي، انه قدرت يعني ارسم تروث تيبل خاص بالبي سي دي درايفر. يعني الاي هسه الاي ممكن عن طريق كارنوف ماب اقدر اطلع الاوتبوت ايش مربوط عليه، يعني الدائره مال الخاصه بالاي اقدر اطلعها من خلال كارنوف ماب، بالبي ايضا اذا نطلعها بالكارنوف ماب، والسي والى اخره. هذا الاي سي اللي هو قلنا عليه 7447 هو عباره عن سواقه مالت ال 7 سيجمنت مثل ما تشوفون امامكم. مثل ما اشوف امامي البي سي دي انبوت اللي يمثل اربع بنات اللي هي صارت على 7 و1 و2 و6 اللي هي امامكم. هذين الويت مالتين، الويت مالت الانبوت. وهنا الاوتبوت اللي هو رايح للمربوطه ويا ال 7 سيجمنت، مربوطه ويا البنات ال 7 سيجمنت. هذا احتاجه لدرايفر، اعيد نفس الشيء، احتاجه لدرايفر، هذا الدرايفر البي سي دي درايفر قد ما يكون درايفر، اربط عليه ال 7 سيجمنت حتى ال 7 سيجمنت يستلم بي سي دي كود، يجي له بي سي دي كود مثل ما شفنا، وهذا يسوقه بحيث انه يشغل البي سي ال 7 سيجمنت بشكل صحيح، ينطينا الرقم الخاص بالكود اللي جاله بشكل صحيح. فهاي تعتبر هي سواقه لل 7 سيجمنت ديسبلاي. يعني اذا اروح اشتري من السوق ارجع اسوي في الجهاز و 7 سيجمنت اخذته، قال لي هذا ما بي درايفر، فكنت اشتري درايفر، او انا اسوي له درايفر، اشتري له اي سي اللي هو 7447. اكو احيانا لا، اكو احيانا 7 سيجمنت هن بيهن درايفرات، هن بيهن درايفرات، يعني هن قبل اجيبهن اربط هن بيهن طلعت اربعه بن، هذني اربعه بن هي عباره عن، وطبعا ايضا الفي سي سي والجراوند. المهم اربعه بن قبل اربط عليها البي سي دي كود، هو 7 سيجمنت راح يشتغل بشكل صحيح. اذا ما موجود ويا درايفر، هذا الدرايفر هو الخاص بالبي سي دي كود. ذن البنات هسه راح ناخذ احنا شنو هي اللامب تيست، وشنو الربل بلانك انبوت، وشنو الربل بلانك اوتبوت. هسه راح نطلع عليها المثال، بس قبل لا انطي ذني بالمثال، اللامب تيست سهله شغلته، بس خلي تعرفون اللامب تيست هذا اللي دا تشوفونه يشتغل بالزيرو ليفل، من يجي لصفر فراح شو يسوي هذا اللامب تيست من اسمه، يختبر اللدات مالتي 7 سيجمنت، يعني احتمال 7 سيجمنت بيعطل واحد من اللدات محترقه، اجي منه انطي صفر، انا رابطه انطي صفر راح يكون المفروض كلتهن يضون، يعني كلتهن حتى اللايت مالت الفارزه يكون المفروض يضوي. المهم بس مجرد افحصه منه عن طريق هذا. هسه ثاني نجي شلون نعطيهم الشغل مالتهم. دا يقول لك the A to G outputs are designed for much higher current than most devices in the world driver and the NEM. يعني انت ما لا تدخل مباشرة، لان يعني احتمال يحرقن الليدات مالت ال 7 سيجمنت، فخلي مقاومات عليهم. عندكم كلاس اساينمنت تحلوا لي للاسبوع القادم يوم الاربعاء الثلاثاء القادم، يعني
يعني نهاية الاثنين، يعني المفروض جاهز، يعني تسلمونه نهاية الاثنين. هذا الاسايمنت ديزاين بي سي دي درايفر، بي سي دي درايفر، صميم بي سي درايفر تو درايف 7 سيجمنت ديسبلاي فروم جيتس ليفل. يعني هسه شلون حكينا انه نسوي جدول استخدم الكارنوف ماب. Write the truth table and define all leads A to G Boolean equation. أريدكم طلاب سوون أسووا active high أو active low، بس active فوق هذا اللي driver أنت اللي سويته active high أو active low، يعني شير إلى إلى العمل مالتك إنه أنت اللي مسوي هذا اللي driver سواء كان active high أو active low. وضح الشغل مالتك بالبداية، إذا أكتب هاي يشتغل طبعاً بالواحد، إذا أكتب لو يشتغل بالصفر. ورتب الكارنوف ماب بشكل صحيح حتى تنطي المعادلة الصحيحة مال كل من الـ A والـ B والـ C والـ D للـ G. نبقى ويا الـ BCD driver. هنا عندي هذا الـ 7447 is connected to an LED 7 segment display. Notes the current limiting resistor required to prevent overdriving the lead. نحن لازم عندي مقاومات عادة نحطوها 100 ohm 200-300 ohm حتى تحميل الليدات لا يجي current يحرق لي الليد. طبعا الـ 7 segment صحيح أربط كل البنات الخاصة بالـ A B C للـ G، بس لازم أيضا حتى يشتغل أربطه للـ B C C وللـ ground أيضا. هذا إذا ربطت، إذا ربطت 7 سيجمنت واحد فقط مثل ما دا تشوفون. هذين عندي اللي دا تشوفون خليتين للهاي الربل باينري بلانكينج انبوت والربل بلانكينج اوتبوت كلتين، واللامب تيست خليتها أيضا عطلتها كأنه خليتين كلهم للبي سي سي. هاي إذا كانت عندي بس ديجيت واحد أو بس 7 سيجمنت وحدة، وراح يشتغل بشكل طبيعي من الصفر للتسعة راح يعدل بشكل طبيعي. طبعا عادة الشركات شوية يعني تتنافس، هسا احنا ما لنا علاقة بهم، يعني احنا نشتغل بس على البي سي دي. احيانا اذا يطب رقم 10 يعني 1010 او 11 هذا راح يطلع، يقوم يطلع اي وبي، يقوم يطلع البي طبعا اسمه يطلعها، ويطلع سي ودي و E و F يمثلون يعني بالهكسيد الأصمل دائما. تلاحظون راح تلاحظون انتم بالشغل مالتكم بالعمل راح تشوفون اذا دخلون 10 راح يطلع A B C D E F. هنا مثال على ال B C D decoder driver 7447 شلون اربط او يعني اخليه يسوق 7 سيجمنت ديسبلاي تظهر لي عدة مراحل، يعني مثل ما داشون بالمثال أمامكم هنا بها أحاد وعشرات ومئات وألوف. شلون أربط البي سي دي درايفر؟ أكيد راح أحتاج أربعة، كل بي سي دي درايفر راح تكون مسؤول عن راح يكون مسؤول عن رقم معين، عن رقم أو مرتبة معينة. فمثل ما داشوف الأول مسؤول عن الأحاد، الثاني عن العشرات والمئات والألوف. الربط اللي دا اشوفه هنا امامي جاي رقم بالبي سي دي كود اللي هو طبعا قلنا البي سي دي كود تفرزنا 4 4، الرقم اللي دا اشوفه 0 3 يعني 30، رقم 30 بالدسمول طبعا بالدسمول بي سي دي كود مثل ما قلنا، والمئات والالوف جايات 0 0. فعندي مرتبتين ماكو داعي اطلعهن 0 0، أريد أبقيه بلانك لأن هاي يعني القارئ شوي يتشوش. مثلا على سبيل المثال إذا على سبيل المثال عندي مثلا 6 أرقام، يعني أنا مسوي يعني الديسبلاي ماتش تكون 6 أرقام بهن فارزة، مثلا الرقم اللي هو إذا رقم يجي لي مثلا قلنا 6 أرقام، 3 عدد صحيح 6 أرقام بيناتهم فارزة، و3 أرقام أو 3 ديجيتات تمثل الكسر بعد الفارزة. فإذا يجي رقم مثلا او مثلا و 3 0 و او مثلا او 3 0
هذني عندي صفارة ما لهن داعي أبقيهن، يعني هذني عندي مثل هذا الصفر ما له قيمة أو هذا الصفر ما له قيمة، فأريد أظهر بس فقط 30.03 مثلا، أو مثلا يجي لي هيك الرقم، ماكو داعي أظهر الصفارة اللي ما لها قيمة. فإجي هنا الفانكشن مالتي الربل باينري بلانكينج أمبوت، عفوا الربل بلانك أمبوت والربل بلانك أوتبوت. هذا شو يشتغل؟ آخر مرحلة أربطه قبل للجراوند، كأنه يجي له دائما صفر، دائما يجي له صفر. هذا اللي يسويه هذا البين اللي يسويه، إذا هنا جاي له صفر، إذا جاي له على الآر بلانك أمبوت، إذا عربل بلانك أمبوت إذا جاي له صفر وإجاد الكود صفر، يعني هذا وهذا هذا أنت هذا كان أنا صفارة، فراح شو يسوي؟ راح يصير بلانك، راح هنا ينطي بلانك، يعني 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 راح يحجب إنه السيفن سيجمنت إنه يضوي، طلع ما يطلع أي شيء، راح يحجبه حتى صفر ما يطلع، يعني ما يطلع كود الصفر، لأن إذا طلع كود الصفر معناها عندي 8 6 لدات راح تضوي، أو 8 لدات عفوا أو 6 لدات عفوا بالصفر. زين، فمن يجي هنا صفر وهنا صفر راح يسوي بلانك، ما راح يطلع يعني بقيها طافي، خلينا نقول بقي السيم سيجمنت طافي. وايضا بنفس الوقت من يجي هنا صفر وهنا صفر راح يطلع على الربل بلانك اوتبوت، بلانك يعني اعمى او يعني طافي، راح يطلع ايضا صفر، راح يطلع صفر. المرتبه هاي الاخرى اجت لها صفر ودخلت طبعا الار اخرج اللي هو الربل بلانك اوتبوت، اخرج ادخله على المرتبه الاصغر، على الار بي اي الاصغر مات الايس الاصغر، فاجاله هنا صفر، اجاله هنا صفر، وايضا اجى عند هذا الايس صفر، فراح شو يسوي؟ يعني بما انه اجاله على الار بي اي صفر واجاله ايضا كود مال صفر، راح يطلع على الاوتبوت، راح ايضا يحجبه او يخليه مطفي، اعتبار هنا اصلا كان صفر وهنا ايضا اجى له صفر وصفر فخلاه مطفي، وايضا راح يطلع صفر، راح يطلع على الار بي او مالتي، على الار بي اوت مالتي راح يطلع صفر. هذا الثالث اللي هو مثل مرتبه الاصغر من المئات اللي هي العشرات، اجى له هنا صفر، صح دز له هنا صفر باعتبار هو حجب، زين حجب كل شيء وطلع له صفر، استلام صفر بس ما ينحجب. ليش ما راح يطلع، ما راح يعني يطلع بلانك؟ لانه اصلا اجى له كود باينري كود بي سي دي كود اللي هو مو صفر، اللي هو 0011، لو جاي له صفر لا كان هم مسح الوضعيه، بس بما انه اجى له ثلاثه، لا ثلاثه لها قيمه طلعها ظهرها، من بما انه طلع قيمه ظهر قيمه راح يدز واحد، ما راح يدز صفر، راح يدز واحد على الار بي او مالته، تجي هنا واحد هنا واحد وهنا صفر، لو داز له صفر لا كان مسحها، بس هو داز له واحد باعتبار طلع قيمه، فداز له واحد، بما انه عندي هنا واحد على الار بي اي اجالي واحد، فلا ما اهمل هذا الصفر، اطلع الصفر، فراح يطلع الصفر ويظهر. فهاي انه ظهر لي رقم 30. عرفتوا شنو الفانكشن مالت الار بي اوتبوت والار بي انبوت؟ اكو واحد عنده سؤال؟ احنا حكينا على اللام تيس، قلنا شو نسوي؟ بلي انا ما ادري، يمكن شويه جزء من المحاضره ما انتبهت. دكتور احنا عندنا الديكودر كان يطلع لنا بس مرتبه واحده او رقم واحد، يعني اكتف هاي او اكتف لو، ما كنا اصفار او بس واحد واحد او كل الوحدات بس واحد صفر. هذا الايس اللي داش عني يعني هو درايفر، هو درايفر حكيت عنه استوى وعطيتكم هوم ورك عليه، هذا درايفر يعني بكم هذا اصلا يعني طبيعته يختلف عن ذاك، لو احنا سوينا له فتشاء ولا خلينا يختلف شغله يختلف، ويسموه بي سي دي ديكودر، يسمونه بي سي دي ديكودر او درايفر. تمام دكتور، تمام. فهذا قلنا العمل مالت البي سي دي ديكودر او البي سي دي درايفر، احيانا يسمونه درايفر او
أو ديكودر. هذا واضح الصور. المثال انطيني شنو عمل الار بي اي انبوت والار بي او depending on the display type current limiting register may be required. يعني ايضا حسب الكرنت اللي يطلع ايضا لازم تخلي هنا أنا مثل ما قلنا مقاومات حتى لا تحرق ال 7 سيجمنت. هسه نجي على بعض التمارين حلهن التمارين السابقة على المواضيع السابقة. For the full order shown هنا أنا عندي هنا أنا full order ليش؟ لأنه دا تشوفون شلون مربوط ال half order مع بعض فأكيد راح يعطيني كأنه full order. دا يقول لك assume the input bits are shown with A0 ال A دخلها 0 وال B0 وال B اللي هي تمثل الكاري إن أيضا إجالها 0. فش راح يطلع الصام؟ سم 0 والكاري اوت 0 0 1 1 0 لو 1 1 راح يطلع 1 0 سي مو صحيح؟ اوكي. The output will be low if هاي السؤال يخص مثل ما تشوفوا يخص الكمبراتور. يقول الـ output will be low if A أصغر من B A أكبر من B. Both A and B are correct. A يساوي B. ها طلاب. أكو واحد عنده إجابة. باعتبار هذا يقيس الـ equality. فإذا قاس الإكواليتي كواليتي المساواة فقط في حالة أنه يساوي راح يطلع واحد، فالجواب شنو هو؟ سي دكتور. أوكي سي صحيح، الجواب سي باعتبار تمام. أعطيني لو فسي both and A and B are correct. أنه عندما الـ A أصغر من B والـ A يكون راح ما يعطيني شيء. If you expand two 4-bit comparators to accept two مثل ما شفتوا احنا اخذنا ال 4-bit comparators to accept two 8-bit numbers the output of the least significant comparator is ال output مال least significant يعني ال comparator احنا اخذناه على شكل اي سي. اذا اربط اثنين اي سي حتى اورد من عنده comparator يقارن رقم المتكونات من 8 بت فال output مال least مال الاصغر واحد مال الاصغر شلون الربط على الثاني؟ إن طبعا الاوتبوت احنا شفناهن اما اي اكبر من بي او اي يساوي بي او اي اصغر من بي. فشلون راح اربط ويا الانبوت الاخ؟ if we if you expand two 4-bit comparators to accept two 8-bit numbers the output of the least significant comparator is equal to the final output راح يكون هو هذا الفاينل اوتبوت نهائي راح الاوتبوت مالته اخذه يعني منه الى اوتبوت النهائي او انه اربطهم connected to the cascading input of the most significant comparator اربطهم هذا ال most significant comparator or connected to the output of the most significant comparator اربطهم على اوتبوت مالته لو نوت يوز لو ما ماكو داعي استخدمه بي دكتور اربطها ويا الانبوت يعني نسوي لها كاسكيد اي بي يعني البي اربطهن ويا ذني. Assume you want to decode the binary number 0011 with an active low decoder. The missing gate should be. NAND. NAND. Okay, NAND. اللي هو C. بعد احنا نكمل حتى بالمحاضرة. بدبر هاي تكملة المحاضرة السابقة. شفت الهوم ورك طبعا هسه راح اجيز المحاضرة على الكلاس روم. عندي ايضا اي سي اخر او دائرة رقمية ايضا شاعت الاستخدام بالدوائر او بالانظمة الرقمية حالة الديكودر اللي هو عندي الانكودر. الانكودر عمله
عمل كأنه عكس الديكودر. الديكودر هو يعطيني يعني كأنه رمز خاص، يعني يجي لي كود، يجي لي كود ويفسره. الانكودر لا، يعطيني الكود مالت الرمز، بالعكس كأنه يعطيني كود. الانكودر هو يرمز، والديكودر هو يفك الرمز. encoder accept an active logic level one of its input and convert it to the to a, a coded output such as BCD or binary. يعني هنا بالفكر مثل ما تشوفون الانبوت الداخل لي هن 9 والاوتبوت الخارج لي هو يمثل الكود مالت الانبوت. يعني اذا يجي لي كو يجي لي تجي لي الاشاره على الواحد، المفروض يطلع لي هنا أنا عندي 1 0 0 0. اذا اجت على الاثنين راح يطلع لي 0 1 0 0. اذا اجت على الثلاثه راح يطلع لي 1 1 0 0، والاربعه وهكذا الى الاخير. هنا أنا عندي مثل ما داشون 9 كانه هذا يمثل بي سي دي encoder، كأنه هذا BCD encoder، كأنه هذا BCD encoder. مثل ما دا تشوفون رقم صفر ما موجود، لأنه ما له داعي، هو أصلا باي ديفولت هو ينطيني صفر 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 صفر. يعني هسه هنا إذا ما دخل لي أي شيء راح ينطيني صفر صفر، فيعني معناها الزيرو وان أربطه، إذا أجى زيرو فهو أصلا ينطيني زيرو 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 باي ديفولت، أو ينطيني واحد من الكود الخاص بالانبوت اللي موجود عندي بالمداخل، او الرموز الموجوده عندي بالمداخل. هذا هنا يمثل بي سي دي انكودر. هو انكودر بشكل عام عكس الديكودر، يعني الانبوت مالته 2 تو باور ان، وال يعني هذا النورمال، والاوتبوت مالته هو عباره عن 2. يعني اذا يدخل اذا عندي 32 اشاره داخله، فايش قد الاوتبوت راح يكون؟ راح يكون 5. إذا عندي 16 راح يكون الأوتبوت مثلا 4، 8 راح يكون الأوتبوت 3، وهكذا عكس الديكودر. العمل مالته عكس الديكودر. هنا مثال show the decimal to BCD encoder. Convert the decimal number 3 into a BCD 0011. هنا أمامكم الـ BCD encoder. شلون اذا دخل له اشاره، دخلت له اشاره 1 عن طريق الثلاثه، شو راح يعطيني الرمز اللي هو 0011. يعني اي نوت راح تصير 1، الاي 1 0 والاي 3 0، يعطيني الكود مالته او البي سي دي كود مال الثلاثه. يعني الثلاثه اذا مربوطه ويا من؟ ويا الجيت او الاور جيت الخاص بال الاي 2، باعتبار الثلاثه تنطي واحدات عند الاي نوت عفوا وعند الاي 1. فاتوقع الثلاثه مربوطه عند الجيت اللي خاص بالاي نوت وعند الجيت الخاص بالاي 1، وما مربوطه على بقيه الجيتات. فشوف يعني الاشاره راحت هنا ال 1 راح على هذا الجيت، وايضا راح هنا ال 1 على هذا الجيت. إذا تجي لي إشارة عن طريق الستة مثلا، دخلت الإشارة عن طريق الستة، راح أتوقع أنه تطلع الإشارة اللي هو أو عفوا الرمز اللي هو 0110. فمفروض الستة مربوطة على الجيت الخاص بالأي 2 وعلى الجيت الخاص بالأي 1. أشوف الستة، يعني إذا جت الإشارة هنا راح أشوف تروح لهنا وأيضا تروح لهنا. يجي لي مثلا رقم 9، فأعرف أنه التسعة مربوطة على الأي نوت، وأيضا مربوطة على الأي 3، وهكذا بقية الرقم راح يكون عندي. فيعني تروث تيبل، إذا أريد أسوي تروث تيبل للإنكودر أو البي سي دي إنكودر، راح أخلي كل الأنبوس موجودة هنا مثل شلون ترى صفحتك كيفك. مثلا عندي 0 مثلا 1 2 3 4 الى اخره. من يدخل عندي اشاره عند
عندي الواحد راح نكون عندي ال اللي هنا اسمي A3 A2 A1 A0 راح يكون عندي الخارج عندي الواحد هو صفر 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 واحد وهكذا بقية. يعني إشارة عندي واحدة فقط عند المداخل عكس الديكودر، عكس الديكودر يكون الآي سي ربط مالتي مثل ما دا شو مستخدم الأور أنا هنا فقط الأور، يعني الدائرة مالته سمبل شوي أبسط من الديكودر. الإنكودر يجي على شكل آي سي اللي هو 74147 هذا الآي سي وواحد من أمثلة الإنكودر. It has 10 active low input 10 اللي معناه هذا بي سي دي انكودر بما انه عندي 10 فقط 10 معناها بي سي دي انكودر وانطيني اكيد بما انه بي سي دي اكيد الاوتومات راح يكون يتكون من اربعه بنات حتى تمثل البي سي دي كود convert the active input to an active low بي سي دي output لو هنا active low يعني اذا يجيني هنا صفر على الاثنين شو طلع يا كود طلع مال كود الاثنين كود الاثنين بالاكتيف لو هاي كود الاثنين بالاكتيف هاي راح يكون صفر عباره عن صفر صفر واحد صفر بس بالاكتيف لو راح يكون عندي واحد واحد صفر واحد هذا الاي سي اللي هو 74147 هو عباره عن اكتيف لو مثل ما دا اشوفه اكتيف لو اي انكودر. This device is offers additional flexibility in that it is a priority encoder. Priority encoder has an English function called priority encoder. This means that, if more than one input is active, the one with highest order decimal digit will be active. يعني شنو؟ يعني إذا إجا الاثنين، اثنين مثلا تو وتصير يعني بالانكودر عادة تصير تجي له مثلا إشارتين active منا ومنا على سبيل المثال على الاثنين وعلى السبعة راح يا هو اللي هو برايورتي الى اسبقيه برايورتي اسبقيه يا هو اللي ينطي الكود مالت السبعه لو مال اثنين راح ينطي الكود مالت السبعه الهايست اوردر يهمل اثنين اذا اجى على الاثنين والاربعه والسبعه مثلا راح يهمل الاشاره مالت الاثنين مالت الاربعه ومالت الاثنين وطلع الكود مالت السبعه اجى على الاثنين واربعه وسبعه وعلى الثمانيه راح ياخذ اشاره الثمانيه وهكذا هذا نقصد به بالبرايورتي انكودر انه ياخذ اشاره الاكبر الجايه ويحمل البقيه الى اسبقيه الرقم الاكبر. هنا بعض التطبيقات المهمه على الانكودر موجوده عندي مثل عندي بالكيبورد او الكيباد هنا أنا عندي سيمبل كيباد الكودر مثل ما تشوفون شلون انا رابط ال 74147 حتى ينطيني الكود او البي سي دي كود الخاص بكل بن او كل مفتاح هنا موجود عندي، يعني هنا عندي كيبورد مال ارقام ديسيمال مثل ما تشوفون 7 و8 و9 و4 و5 و6 والصفر فكل واحد رابطه ويا البنز الخاص بي مثلا 7 رابطه ويا 7 8 خاص ب 8 9 خاص بالتسعة إلى آخره مجرد يعني المستخدم إنه يضغط على هذا المفتاح أو على هذا المفتاح راح تتحرر الإشارة اللي هي أكتيف لو مثل ما تشوفون يعني هاي الإشارة أكتيف لو باعتبار بس يعني يضغط راح يصير هنا عندي توصيل راح يصير هنا عندي توصيل والفولتية بدل ما يعني راح يكون موصلة راح يمر التيار منها راح يطلع له صفر يعني راح يجي هنا قيمة صفر موجودة عندي اكتيف زيرو والبقية باقيات الوان تبار الفولتية اذا يعني التيار راح يمر منها اذا اوصل عندني راح يصير بي دروب منها اذا باقيات اوبن سيركت الفولتية موجودة هنا معلق يعني هنا كأنه اذا جاي الوان هنا عندي الليفل هو ان اكتيف بس مجرد اضغط راح يمر التيار منها يمر التيار منها والواصل اللي هناك راح يروح صفر فعموما يجي له صفر راح يصير اكتف رقم سبعه وراح يعطيني البي سي دي كود الخاص بالسبعه اضغط على الخمسه كذلك نفس الحكي فهذا واحده من التطبيقات مالت الانكودر هو اللي نستخدمها بالكيبورد. The zero line is not needed by the encoder مثل ما تشوفون زيرو ما رابطه قبل ما رابطه للبي سي دي باعتبار هو ما عنده مدخل على
للزيرو، هو يطلع لي هو باقي ديفولت طبعا طلع 1 1 1 1، بس الزيرو ما رابطه ماكو داعي، لانه هو ما له دائره رقميه داخل هذا الاي سي. فيعني الاختصار انه رابطه بشكل خارج الدائره، ويقدر هو يعني المصنع يقدر يولد الكود الخاص بالزيرو اللي هي 0000، ماكو داعي باستخدام السيفن فور 47، مجرد يعني يضغطها راح مثلا ينطي كود بدون استخدام الدرايفر. The zero line is not needed by the encoder, but may be used by another circuit to detect the key press, حتى يستشعر يعني ضغطة الكي الخاص بالصفر. أكو واحد عنده سؤال هنا على الإنكودر؟ عندي دوائر ثانية هي الكود كونفرتر، كود كونفرتر نجي عليه دائرة التحول من الباينري، من الباينري احنا قلنا الباينري حتى حول الجراي، حتى حول من الباينري الجراي، مثلا عندي هذا الرقم اللي هو الباينري حتى حول الجراي، كنا ننزل اول واحد وهذا ويا هذا اسوي لك انه اكسكلوزيف اور، فهنا راح يطلع عندي واحد وهذا ويا هذا اكسكلوزيف اور راح يكون عندي صفر، وهذا ويا هذا اكسكلوزيف اور راح يكون عندي واحد. اذا اريد ارجع من الجراي للباينري كنا ننزل اول واحد واسوي اكسكلوزيف اور بين هذا وهذا راح يطلع عندي صفر، اكسكلوزيف اور بين هذا وهذا راح يطلع عندي صفر، وبين هذا وهذا راح يطلع عندي واحد بهاي الطريقه. انا مثل ما اشوف هنا عندي الدوائر الخاصه بالتحويل من الباينري للجراي ومن الجراي للباينري انه مسوي ويا كل واحد ويا البن الخاص به، هذا مثلا مسوي من الباينري للجراي احتاج ويا بصفه، يعني اذا عندي مثلا كود خلينا نقول الباينري الداخلي عندي بي نوت بي 1 بي 2 بي 3 حتى احصل على الجي 1 جي نوت والجي 1 والجي 2 والجي 3، هذا مباشرة دا أخذه، هذا دا أخذه مباشرة، بينما هذا الجي 2 شلون أطلع مثل ما شفنا هنا، شلون طلعته سويت اكسكلوسيف أور ما بين هذا وهذا، ما بين الموست ما باينري اللي هو هذا، ما بين اللي بصفه البي 2 اللي هو هذا البي 2. فسويت اكسكلوسيف أور ما بين البي 3 والبي 2 حتى احصل على الجي 2، الجي 1 سويت اكسكلوزيف اور ما بين البي 2 والبي 1 طلعت الجي 1، والجي نوت سويت اكسكلوزيف اور ما بين البي 1 والبي نوت طلعت الجي نوت، حتى ارجع اطلع الباينري حتى ارجع اطلع البي 3 والبي 2 والبي 1 والبي نوت اللي سويته شنو جي 3 قبل هو ينطيني البي 3 والبي 2 شلون احصله؟ شلون احصل؟ هو علاقة اكسكلوزيف اور ما بين الجي 3 قلنا ما بين الجي 3 وما بين الاوتبوتس ما بين الجي 3 وما بين الجي 2 نفس البي عفوا الجي 2 نعم انا عندي الجي 3 جي 2 يعني هذا شلون حصلته؟ هذا نزل نفسه، هذا شلون كان ما بين هذا وما بين هذا؟ يعني ما بين هذا الاوتبوت اللي هو البي 3 البي 2 ما بين البي 3 اكسكلوزيف اور ما بين البي 3 وما بين الجي 2. البي 1 كان هو عباره عن حاصل عمليه اكسكلوزيف اور ما بين البي 2 وما بين الجي 1، والبي نوت ايضا كان عباره عن عمليه اكسكلوزيف اور ما بين البي 1 والجي نوت. فهي دائره التحويل باينري تو جراي، هاي الدائرة وهاي الدائرة خاصة بتحويل الجراي تو باينري. احتاج كم اكسكلوزيف اور، كم اكسكلوزيف اور حتى احول كودات الطول مالتني 8 بت؟ سؤال لكم طلاب، كم اكسكلوزيف اور احتاج ل 8 بت؟ 7 دكتور؟ احتاج 7 لانه اول واحد ماكو داعي، ما له داعي للاكسبلوزيف اور، هذا مباشره اخذ منه.
هاي السؤال هذا كمثال. كمثال بجالي 1 1 1 0 او 0 1 1 1 راح يطلع عندي هنا 0 1 0 1. حتى ارجع هذا ارجع الباينري اللي هو 0 1 0 0 راح يكون عندي هنا يطلع 0 وهنا 1 1 1. دائرة أيضا شائعة الاستخدام هي دائرة المالتيبلكسر. دائرة المالتيبلكسر مثل ما تشوفونها دائرة شائعة الاستخدام خاصة بمجال يعني الأجهزة الاتصالات، الأجهزة الرقمية اللي مسؤولة عن الشغلات يعني اللي بيها شغلات اتصالات. دائرة المالتيبلكسر يعني ببساطة تتكون من مالتي شانل انبوت، مالتي انبوت شانل، عدة مداخل موجودة هنا عندي مثل هنا ممثلة بالدي نوت والدي 1 والدي 2 والدي 3، واوتبوت واحد فقط، اوتبوت واحد فقط. وعندي متحكمات بسميه هنا داتا سيلكت. فانا بالاوتبوت يطلع عندي اما الدي نوت واما يطلع عندي الدي 1 واما الدي 2 واما الدي 3، واحدة من عندهم راح يطلع، واحد من ذني دي نوت ودي 1 ودي 2 ودي 3 وراح يطلع. يطلع دي نوت ودي 1 ودي 2 ودي 3 بناء على شنو؟ بناء على المتحكمات، بناء على الاس نوت والاس 1. يعني هنا عندي الاس نوت، الاس نوت او الاس 1 خلينا نسميها اعتبرها هاي الموست، والاس نوت اذا كان 0 0 راح يطلع عندي بالاوتبوت الدي نوت، اذا كان 0 1 راح يطلع عندي الجي 1، اذا كان 1 0 راح يطلع عندي الجي 2، واذا كان 1 1 راح يطلع عندي الجي 3. فبناء على المتحكمات راح يطلع الاوتبوت من وحده من الشانلات، راح يطلع يكون عندي الاوتبوت اما منه واما منه واما منه واما منه بناء على الداتا سيلكتر. اذا كان سؤال لكم طلاب، اذا كان المالتيبلكسر متكون من 8 مداخل، طبعا المالتي بلكسر نكتب مختصرا نكتب ماكس ام يو اكس مالت. مثلا هنا هذا عندي 4 تو 1، دائما 4 تو 1 مالتي بلكسر. زين اذا كان عندي المالتي بلكسر مثلا 8 تو 1، دائما طبعا الاوتبوت هو 1. السلكتر بال 8 تو 1 كم واحد احتاج سلكتر؟ أربعة. ها؟ أربعة. بالثمانية. بال 16 قد احتاج اذا صار عندي 16 شنو؟ ب 8 ايش قد احتاج؟ بالأحسن ها؟ بالثمانية احتاج 3 وبالأربعة احتاج بالستاشر احتاج 4. اي بال 8 احتاج 3 S2 S1 is not كافي فيهم، لان كل واحد من هنا يعني 0 0 0 راح يطلع لي الشانل دي نوت، وال 1 1 1 راح يطلع لي دي 7، بال 16 4 بال 32 5 وهكذا. هذا بالنسبه للسلكتر. السلكتر مستقر على عدد الشانلز، عدد الانبوت الشانلز اللي موجوده. هنا سؤال question يقول which input line is selected if S1 يساوي واحد وال S not تساوي صفر؟ الديتو D2 صح، D2 راح يكون هو الأوتبوت، راح يكون D2 هو ال الدي مالتيبلكسر. عمله عكس عمل المالتيبلكسر، دي مالتيبلكسر عكس المالتيبلكسر. الدي مالتيبلكسر عندي 1 انبوت وعندي مالتي اوتبوت، عدة مخارج. فالانبوت لما يخرج منه
اما يكون منا الاوتبوت مالته، واما يكون منا الاوتبوت مالته، واما منا، واما منا، والى اخره، حسب الانبوت الموجوده، حسب الاوتبوت عفوا. فعلى سبيل المثال اذا كان عندي 4 اوتبوت، فالانبوت راح يكون عندي المخرج مثلا واي نوت، قد ما يكون ايضا السلكتر مضبط على الزيرو، على الزيرو زيرو، وراح يكون الانبوت اللي يطلع على الواي 1 قد ما يكون السلكتر مضبط على الزيرو 1، ويطلع على الواي 2 قد ما السلكتر عندي الواي 0 عفوا، وقد ما يكون السلكتر 1 1 راح يطلع على الواي 3 وهكذا. هنا عندي مثال على امامكم، هذه على مالتيبلكسر، هو نوع 1 2 8 دي مالتيبلكسر عفوا، 1 2 8 دي مالتيبلكسر، ويكتب هذا شكل دي ام يو اكس. هنا الاي سي، الاي سي اللي هو 138، هذا الاي سي 138 صديقكم المحاضره مالت البارحه، اللي هو مثل ما تشوفون استخدامه مزدوج. استخدامه مزدوج دي مالتيبلكس ال 138، مرات تستخدم كدي مالتيبلكسر، مرات تستخدم كديكودر، ك 3 تو 8 ديكودر. هنا شلون راح استخدمه كدي مالتيبلكسر؟ الانبوت ما كنت تستخدم كديكودر راح يكون بمثابه داتا سيلكت لاين، الداتا سيلكت لاين، والمخازن هنا عباره او الاوتبوت مالت دي مالت الديكودر راح يصير هنا اوتبوت مالت دي مالتيبلكسر كانه. وحده من ذن الانيبلز راح يكون بمثابه الانبوت، وحده من عندهم راح يكون بمثابه الانبوت، والبقيه اربطن على الاكتف، على الاكتف هاي، او على الاكتف ليفل مالتهم حتى الاي سي يبقى شغال. فاما ادخل الانبوت من جي نو من جي 1، واما ادخله من جي 2 اي، واما ادخله من الجي 2 طبعا لا تنسون الجي 1 هذا اكتف هاي، وذن الاثنين اكتف. وراح نشوف شلون يشتغل كدي مالتيبلكسر. The 7430 was introduced previously. سابقا عرفناه وحكينا عليه واشتغلنا عليه ايضا. As a decoder but can also serve as ممكن انه يشتغل او يخدم ك demultiplexer. When connected as demultiplexer اذا ربطته ك demultiplexer. Data is applied to one of the enable input على واحد من ذني enable input and routed ايضا يعني خليها تطلع على واحد من بين الطرق to the selected output line depending on the select variable. select variable اللي نقصد بها الـ A0 والـ A1 والـ A2. Note that the output are active low as illustrated in the following example. هذا active low حاكينا عنه هو الـ 138 ديرومبي، انتم اشتغلتوا شفتوا active low. فمثال هذا example determine the output given the input shown here. هنا أنا عندي هذا، خلي افرض الداتا سلكت لين هاي الويف مالتهم، هاي التايمينج دايجرام مالتهم الاي نوت والاي 1 والاي 2. طبعا عندما تجي لي اي نوت اي 1 اي 2 راح يمثل ال 0، هنا راح يمثل ال 1، عندما يكون اي نوت 1 0 0، عندما يكون 0 1 0 راح يمثل رقم 2، 1 1 0 راح يمثل 3، 001 باعتبار هذا الموست راح يمثل 4، 101 راح يمثل 5، 011 6، واخر شيء يمثل 7 اللي هو 111. عندي الداتا راح ادخلها عن طريق الجي 1، راح ادخل افرض الداتا اللي قاعد تجي لي كويفز قاعد تجي لي او تايمينج دايجرام، راح ادخلها عن طريق الجي 1، ودخلت الداتا بهذا الشكل على سبيل المثال. طبعا الجي 2A والجي 2B ربطتنا على اللو، وبقيت حتى اخلص من عندي بقيت اكتب، يعني ما معتمد على ذني هسه الحكي، ما معتمد على الجي 2A والجي 2B، معتمد كانه الداتا جايت لي على الجي 1. ايش راح تتوقعون راح يطلع لي هنا باول انترفال؟ خلينا نقول هنا ايش راح يطلع؟ قد ما الاي نوت
والاي 1 والاي 2 مضبطات 0 0 0 والجي 1 جايه قيمته هنا أنا واحد، ايش راح يطلع هنا عندي بالاوتبوت؟ يعني هنا نتفعل جي 1 اجت له واحد، معناه الاي سي صار انيبلد، راح يطلع شو يطلع؟ طلع صفر لو واحد، باعتبار هذا اكتيف وهذا اكتيف وهذا هم صار اكتيف، شو راح يطلع الديكودر؟ باعتبار هو اكتيف لو، لا تنسون راح يطلع صفر، مو صحيح؟ يطلع صفر، بس يطلع صفر عد من؟ على يمين يطلع صفر، على يابن، على يا اوتبوت. هلا شنو وينكم موجودين الان؟ ها طلاب بعدين دكتور موجودين. ليش ما تجاوبون؟ راح يطلع عندي صفر على البن اللي خاص بصفر، باعتبار انا جاي لي الكود مال سيلكتر جاي لي صفر صفر صفر، فراح يطلع صفر منه. ليش طلع صفر منها؟ لأنه هو اكتيف لو، هو اكتيف لو. راح يطلع صفر على الواي نوت. صار عندي سيلكتر ضبط على الوان، واجى هنا جي 1 صار 1، شو راح يطلع على باعتبار صار على الوان؟ راح يطلع على الواي 1 راح يطلع صفر، والبقية كلهن واحدات. بقية المخارج كلهن وحدات. هنا نضبط على الاثنين، شو راح يطلع؟ راح يطلع صفر على الاثنين والبقية كلهن وحدات. هنا على الثلاثة الجوان صار صفر، جوان صار صفر، يعني شو صار بالآي سي؟ هسه الآي سي يشتغل ولا ما يشتغل؟ إذا صار الجوان صفر صار ما الآي سي يشتغل، ما يشتغل باعتبار واحد من الانيبل صار بأكتيف، ان اكتب صار ان اكتب، فراح يطلع واحد عند الكل، على الكل طلع واحد، يعني حتى على الاي على الواي 3 اللي هي عندها متضبط السلكترز هم راح يطلع واحد، وهنا ايضا راح يطلع واحد على الواي 4، وهنا راح يطلع واحد على الواي 5، رجع هنا صار واحد، يعني راح يطلع صفر على الواي 6 باعتبار هذا الاي نوت والعنوان بالضبط على 6، وهنا على 7 راح يطلع صفر، وهكذا العمل. فكأنه الموجة جي 1 ده تطلع عكس الموجة جي 1 جاي تطلع على المنافذ، بس عكس قيمتها معكوسة، ده تطلع كأنه قيمتها معكوسة تطلع، يعني هسه لو اجي اذني اصفطهن اجي المهن اسوي لهن يعني اصفطهن واحدة ويا الثانية اشوفهن شنو؟ اشوفهن عكس الموجة الداخلية، كأنه دا صحيح دا تطلع من عدة مكانات الموجة، بس عكس قيمته، دا تطلع عكس قيمته. إذا أردت أطلع قيمتها نفسها شو أسوي؟ سؤال هذا فكر أبوي. Now the solution, the output logic is opposite to the input because of the active low. لأنه هذا active low. طبعا إذا active high لا راح تطلع الموجة نفسها، لأن هذا active high وهاي إذن active high راح تطلع نفسها. بما انه الاوتبوت اكتف لو والانبوت اكتف هاي راح يطلع معكوس. لو الانبوت اكتف لو والاوتبوت اكتف لو لا راح يطلع نفسه. هاي عندي بعد بقى البارتي جنريتر والتشيكر، دائره الخاصه بالبارتي جنريتر والبارتي تشيكر، نخليها على الاسبوع القادم. اكو سؤال طلاب لحد هنا؟ منو عندي سؤال من الطلاب؟ زين بس خليني اقرا حضوركم. وقفنا عمل ستوب ريكوردينج.